السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا في هذه الخطبة المباركة إلى التذكير بما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. أول شيء نعلم لماذا خلقنا، هذا بينه الله بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، والعبادة نفعها راجع إلينا. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلينا وليس بحاجة إلى عبادتنا، وإنما نحن المحتاجون. فالعبادة التي نؤديها نفعها راجع إلينا، من رحمته بنا أنه شرع لنا هذه العبادات لتقربنا إليه ولننال أجرها وثوابها عنده. فإنه سبحانه لا يضيع لديه عمل عامل، بل يدخره ويحفظه ويضاعفه لصاحبه. فالإنسان إنما يعمل لنفسه ولا يعمل لأجل طمع الدنيا أو المكاثرة فيها، وإنما يعمل للآخرة ويستعين بالدنيا على الآخرة. أعطانا الأموال لننتفع بها ونتصدق، فهناك عبادة في الأموال، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والعبادة أنواع: عبادات قلبية كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والمحبة لله، هذه قلبية. وعبادة بدنية كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله، عبادات بدنية. وهناك عبادات قولية كالتسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى. هناك عبادات مالية، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالأموال فيها الزكاة، فيها الكفارات، فيها التصدق على المحتاجين. فالمجال واسع لمن يطلب الخير ويطلب الرزق والأجر من الثواب من الله، المجال أمامه واسع. فمن الناس من يمن الله عليه بالعبادة في جميع أموره، ومن الناس من يغفل عن طاعة الله ويحسب أن الأموال إنما هي للرفاهية وليفعل فيها ما يشاء من المآثم والمعاصي، يتمكن بها من السفر إلى الخارج للفجور وللأمور الفظيعة. فهذا ينفق أمواله في هلاك نفسه والعياذ بالله.
تكون أمواله وبالا عليه يوم القيامة، ولو كان فقيرا لكان خيرا له من هذه الأموال. فعلى المسلم أن يتبصر في نفسه، لماذا أعطاه الله هذه الأموال؟ أعطاه الله هذه الأموال ليستعين بها على طاعة الله، لينفق منها في سبيل الله، ليتصدق منها، ليتقرب إلى الله في الأوقاف التي يوقفها، في الأموال التي يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الوقت، الله أعطاك هذا الوقت من حين تبلغ سن الرشد وتعقل إلى أن تموت، أعطاك هذه المدة لتستغلها في عبادة الله، تؤدي الفرائض أولا ثم تتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. فأنت لست مخلوقا لهذه الدنيا، إنما أنت مخلوق للآخرة، للجنة أو للنار، لابد من هذا، ما في دار ثالثة أمامك، ما أمامك إلا دار الجنة أو دار النار والعياذ بالله. ولست متروكا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأنت محاسب ومسؤول ومناقش، فاستعد لذلك، ولن تخرج من المسؤولية إلا بطاعة الله عز وجل وعبادة الله. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يغني عنك مالك، ولو تفتدي بالدنيا كلها ما نجوت من عذاب الله، لو تفتدي بالدنيا كلها لتنقذ نفسك من النار ما تمكنت من ذلك إلا بالعمل الصالح، طاعة الله عز وجل. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب الله لم ينفعهم ذلك شيئا ولم يخلصهم، ما تقبل منهم، يفتدوا به من عذاب الله ما تقبل منه. لو افتديت بالدنيا كلها لتسلم من العذاب ما يمكن هذا، لا بد من العذاب. فلا نجاة إلا بطاعة الله، طاعة رسوله، لا نجاة إلا بطاعة الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هذا المصير. فأنت من أي الفريقين؟ كيف تهنأ بالعيش والنوم والملذات، تنسى ما وراءك وما أمامك؟ أنت مسؤول عما قدمت وعما أخرت، لست مهملا. فعليك بالمبادرة
بطلب النجاة بطاعة الله سبحانه، طاعة رسوله، بالعمل الصالح، لتخرج من هذه الدنيا وأنت سعيد، تستقبلك ملائكة الرحمة تدخل الجنة تسعد سعادة أبدية، أو تشقى شقاوة أبدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكر يا أخي، فكر لنفسك ما دام أنه يمكنك الآن، فكر لنفسك واعمل، تخلص، خلص نفسك، ارفع نفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت المسؤول عن نفسك، أنت المسؤول عن نفسك، وين تضعها؟ وين تضع نفسك؟ مع الأخيار أو مع الأشرار؟ تنبه لنفسك، بادر بالتوبة، لا تقنط من رحمة الله إذا أذنبت، إذا عصيت، إذا باب التوبة مفتوح، بادر بالليل أو بالنهار، بادر بالتوبة، ويتقبل الله التوبة ممن تاب، ويغفر لمن أناب. هو سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الأمام الباب، بابك الباب أمامك مفتوح، لا تغلقه على نفسك، ولا تقول بعدين بعدين، ما تدري أن تدرك، أن تدرك المساء إذا أصبحت أو تدرك الصباح إذا أمسيت، ما تدري، والله ما تدري ولا ندري. علينا أن نبادر بالتوبة، علينا أن نتخلص من الذنوب والمعاصي والمظالم، مظالم الناس وحقوق الناس، إذا لم تؤدها الآن أخذوها منك في الآخرة. من أين يأخذونها؟ يأخذونها من حسناتك في الآخرة. المظلومون ما يأخذون أموال منك، يأخذون حسنات، فإذا فنيت حسناتك يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك، فتطرح في النار كما في الحديث. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة والإنابة، وأن يمن علينا وعليكم بمعرفته، ومعرفة لماذا خلقنا، لماذا أمدنا الله بهذه الأموال، بهذا الوقت، بهذه النعمة، بهذا الأمن، لماذا أمدنا الله بذلك؟ لنعمل لأنفسنا عملا صالحا، ولا نضيع أوقاتنا وأموالنا وساعاتنا وأوقاتنا في ما يضرنا وما نندم عليه، ولا يمكننا التراجع إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، يغلق عليك باب التوبة. كل يتوب في هذه الحالة، ترى كل يتوب في حالة إذا بلغت الحلقوم، لكن فات الوقت للتوبة، أغلق الباب. ولا كل يتوب، الكافر يتوب لكن ما تقبل توبته. فأنت بادل لنفسك قبل الفوات، قدم لنفسك ما دمت متمكنا، قدم لنفسك ما ينفعها ويخلصها من عذاب الله.
كل الناس يغدو، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يعني يخرج في الصباح من بيته، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تطلع من بيتك إما أن ترجع بالخير والتوبة والعمل الصالح، وإما أن ترجع بالذنوب والمعاصي والسيئات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالتوبة الصادقة والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.